إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه قائلا: إنك ميت وإنهم ميتون. إخواني، إنه ملك الموت الذي يأتي إلينا لا ندري متى وكيف وأين، ولكنه كتاب مؤجل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمسلم الحق، فالمسلم العاقل هو الذي يعمل لهذه اللحظة، لحظة أن يأتي ملك الموت ليقبض روحه. نسأل الله سبحانه وتعالى للفقيد أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يوسع له في نزله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجازه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج برد. اللهم اغسل أعماله من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم وسع له في مدخله وأكرم له نزله، واجعل يا رب العالمين مثواه الجنة. اللهم تقبله في الصالحين. اللهم آمين آمين. وإلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وروح الفقيد وأرواح أموات المسلمين لهم منا ثواب أسرار الفاتحة.